أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية أيضا، ولكن بعد جولة بأهم العناوين. نقرأ في صحيفة البصائر: عشرات المتظاهرين في البصرة يخرجون احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. في المدى: نائب يكشف عن سجناء فضائيين بعقود الطعام. في صحيفة الزمان: عقوبات أمريكية على شركة عراقية لتعاملها مع الحرس الثوري. وفي العربي الجديد: تجدد المعارك العنيفة بإدلب وحماة بعد أنباء عن هدنة. في الخليج الإماراتي: الحوثيون يقصفون مطار أبها بصاروخ إيراني وإصابة 26 مدنيا. في الشرق الأوسط: التحالف العربي يتعهد برد صارم على الاعتداء الحوثي الإيراني. وأخيرا وليس آخرا، في العرب اللندنية: الضغوط الخارجية تعيد فرقاء الأزمة السودانية إلى طاولة المفاوضات. أهلا بكم. قالت صحيفة المدى إن اختبار الصيف الأول لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الكهرباء لؤي الخطيب بدأ بتهديد من المحافظ المثنى أحمد منفي، الذي قال فيه إن صبر سكان المحافظة على سوء الكهرباء له حدود. توقعت الصحيفة أن يشهد الأسبوعان المقبلان تظاهرات كبيرة في المثنى والبصرة وفي مدن أخرى في الجنوب إثر تراجع تجهيز الطاقة وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت في بعض الأيام إلى نصف درجة الغليان. الصحيفة لفتت إلى أن عبد المهدي قال أول من أمس الثلاثاء إن حكومته استطاعت إيصال إنتاج الكهرباء إلى 18,000 ميجاوات، وهو ما اعتبره إنجازاً كبيراً، لكن سكان في المثنى قالوا إن تجهيز الكهرباء أقل من 12 ساعة يومياً. وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطين في المثنى دشنوا خلال اليومين الماضيين هاشتاك احذروا غضب المثنى، كما طالبوا السكان بالخروج في تظاهرات سلمية مساء الجمعة المقبل لإقالة مدير الكهرباء في المحافظة. وتقول الصحيفة إن محافظة البصرة كانت قد هددت في الربيع الماضي بالإطاحة بحكومة بغداد في تظاهرات الصيف، إذ لم تقم الأخيرة بمعالجة سريعة لسوء الخدمات وإصلاح منظومة الكهرباء، مضيفة أن عبد المهدي حاول خلال الشتاء الماضي اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انزلاق الأوضاع في البصرة كما الصيف الماضي، لكن ناشطين مدنيين في البصرة يقولون إن لا شيء تغير في المدينة منذ الصيف الماضي. نسمع الكثير من الوعود لكن بدون تنفيذ، ويؤكد الناشطون وجود دعوات لانطلاق مظاهرات كبيرة جدا يوم 20 من حزيران الحالي أو في بداية تموز المقبل. تختتم الصحيفة تقريرها بالقول إن أزمة الكهرباء تهدد بإشعال شرارة التظاهرات بالمحافظات الجنوبية، حيث تنقل عن ناشطين مدنيين قولهم إن أمام الحكومة وقتا قصيرا لإقناع أهل البصرة بالعدول عن التظاهرات التي يمكن أن تحرق المدينة بالكامل. قالت صحيفة الاندبندنت بنسختها العربية إن هناك تحضيرات لإنشاء كيان موسع تحت سلطة تحالفي الفتح برئاسة هذا العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، يهدف بالأساس لسيطرة على كل وظائف الدولة العراقية على اختلاف درجاتها. وفقا للصحيفة، فإن تحالفي الفتح وسائرون اتفقا بعد مفاوضات استغرقت أسابيع على تأسيس ما يسمى بمجلس الخدمة الاتحادي كجهاز توظيف تنفيذي يترأسه المجلس الأعلى، رئيس المجلس الأعلى هما حمودي. الصحيفة قالت إن تلك الخطوة جاءت بناء على مقترح من سائرون لإبعاد أي سيطرة من زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي على مفاصل الدولة، مقابل أن يتقاسم تحالف العامري والصدر المناصب العليا في العراق، وكذلك ضمان صلاحية السيطرة على دولاب العمل بالدولة من خلال الفصل والتوظيف بكل مؤسسات العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن الكيان الجديد يأتي وعلى رأس أهدافه
فلترت ومراقبة من قام بتوظيفهم نور المالك خلال سيطرته على مقاليد السلطة، وأعدادهم بمئات الآلاف، من بينهم 4500 موظف بالمناصب العليا جرى تعيينهم في ولايتي المالك الأولى والثانية. وبيّنت الصحيفة أن أحزاب عراقية صاعدة تضع السيطرة على عملية التعيين في صلب اهتماماتها خلال حقبة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، الذي بدا عاجزاً عن مواجهة مطامح القوى السياسية في ترسيخ نهج المحاصصة. ووفقاً لهذه المعطيات، أكدت الصحيفة أن مجلس الخدمة الاتحادي سيتولى عملية تسريح آلاف الموظفين الكبار الذين يوالي معظمهم المالكي، لإفساح المجال وتعيين بدلاء عنهم يوالون أحزاباً أخرى، مشيرة إلى أن نص القانون الخاص بتشكيل المجلس يخضع إلى مفاوضات سياسية معقدة منذ أسابيع بانتظار عرضه على البرلمان ليكتسب الصفة القطعية. تابعت الصحيفة أن مقترح القانون القريب من العرض على البرلمان ينص على تشكيل مجلس الخدمة من جميع مكونات الشعب العراقي، في دلالة واضحة على تكريس نهج المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية في اختيار كبار الموظفين لتطمئن الأحزاب إلى مصالحها، مؤكدة أن السيطرة على مجلس الخدمة الاتحادي يتيح لبعض الأحزاب السياسية فرصة بناء قاعدة عريضة من الموظفين الموالين بمختلف أجهزة الدولة. كشفت صحيفة العرب اللندنية عن خلاف بين الرئاسات العراقية حول الموقف من الأزمة الأمريكية الإيرانية. نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة في بغداد عن تقاطع سياسي في المواقف من الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، فبينما يفضل رئيس الجمهورية برهم صالح أن يلعب العراق دوراً بتهدئتها، يريد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إبعاد حكومته عن تأثيراتها. لا يبدو أن بغداد منشغلة فعلياً كما يذاع في وسائل الإعلام بالمساعدة في عملية البحث عن مخرج لهذه الأزمة، وبدا ذلك واضحاً خلال استقبال وزير الخارجية محمد الحكيم نظيره العماني يوسف بن علوي في العاصمة العراقية بغداد، إذ خلا حديث المسؤولين الدبلوماسيين من أي إشارة واضحة إلى وجود وساطة حقيقية للعراق بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت زيارة الوزير العماني بعد ساعات قليلة من إقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن الأزمة بين واشنطن وطهران ليست بأيدينا كي نحقق شيئاً، لكن دبلوماسيين عراقيين تحدثوا عن وساطة شكلية يقوم بها العراق. وأكد الدبلوماسيون أن العراق لم يرسل أي وفد آخر إلى طهران، ولم يقم أي مسؤول عراقي بزيارة إلى واشنطن للحديث عن الوساطة مطلقاً. وتقول المصادر إن عبد المهدي يفضل الاكتفاء بالحديث عن الوساطة من دون إطلاق مبادرة حقيقية بالنظر لمعرفته بصعوبة الأوضاع وانعدام فرص العراق في التأثير على موقفي طرفي الأزمة. وتؤكد المصادر أن عبد المهدي تحمس في بداية الأزمة لمقترح أطلقه برهم صالح يدور حول تبني العراق محاولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حماسته فترت في الأيام التالية عندما أدرك تعقيدات الأوضاع. الصحيفة ترى أن بعض السياسيين العراقيين يشبهون من يطلقون كذبة ويصدقونها ثم يسعون إلى إقناع الآخرين بها، مشيرة إلى أن العراق ليس مؤهلا للعب دور الوسيط بصراع أكبر منه، كما أنه جزء من المشكلة التي أدت إلى نشوب ذلك الصراع. جميع المقاتلين في حماة وإدلب كانوا يسيطرون على المنطقة منذ ربيع 2015 أو جاءوا تباعا إلى مناطق خفض التصعيد شمالي غربي سوريا بضمان تركي روسي للانسحاب من حلب 2016، وصولا إلى إشراف روسي على ترحيل من رفضوا مصالحات النظام بالغوطة الشرقية ودرعا 2018. عبد الوهاب بدر خان يقول بصحيفة الحياة إن المعارك الجارية حاليا في إدلب وحماة تدل على أن روسيا تسعى إلى تصفية وجود فصائل المعارضة في مناطق خفض التصعيد. توقفت الحروب عمليا عند حدود شمالي سوريا،
لكن النظام وحليفه الإيراني طلبا مواصلة القتال حتى إكمال السيطرة وصولا إلى الحدود مع تركيا. هنا اختلفت الحسابات بين موسكو ودمشق طهران، فهذان الحليفان لا يباليان بنتائج أي اجتياح، وبأكثر من 2 مليون نازح جديد سيندفعون إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. في ذلك الوقت كانت موسكو تركز على ما بعد إنهاء الحرب بغية جذاب التأييد الغربي لخطتي استعادة اللاجئين وإعادة الإعمار في مقابل تسهيل الحل السياسي، مدركة أن هدف حليفيها من الإلحاح على الاجتياح هو إحباط ذلك الحل الذي مهدت له بلقاءات أستانا والمؤتمر السوري في سوتشي في كانون الثاني 2018. ولعل سببين أديا أخيراً إلى إشعال جبهات ريفي إدلب وحما، أولهما نفاذ صبر الروس واحتياجهم إلى التصعيد، تغيير الوضع الميداني في مواجهة الشروط التفاوضية لواشنطن، والآخر استياؤهم من التفاهمات الأمريكية التركية في شأن منطقة آمنة في شمال سوريا. لكن التصعيد جاء في وقت غير مناسب للنظام الذي كشفته الأزمة المعيشية في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وغير مناسب أيضاً للإيرانيين الذين باتوا على يقين بأن الروس في صدد المساومة على وجودهم في سوريا. الكاتب يرى أن التوجهات تغيرت والمصالح تداخلت بريفي إدلب وحماة، حيث تدور إحدى أسوأ أنواع الحروب القذرة واللا أخلاقية. ففيما تحارب روسيا وتناور بدم السوريين إلى حد أنها ترفض مجرد الحديث عن وقف لإطلاق النار، وفي انتظار أن يتوصل الأمريكيون والروس إلى تفاهم جديد أو صفقة تحول حرب شمالي غربي سوريا إلى عملية استنزاف طويلة. بالاعتداء الغاشم على مطار أبها السعودي، بلغ إرهاب الحوثيين مدى غير مسبوق أو غير مسبوق، أدل مجدداً على أن هذه الميليشيا الباغية تفكر بطريقة العصابة وتنطلق من فكرة الجماعة الظلامية إلى التخريب والإجرام كيفما اتفق. صحيفة الخليج الإماراتية ترى بافتتاحيتها أن هذا الاعتداء هو جريمة حرب لن ينساها التاريخ، وستظل وصمة عار عالقة بجبين ميليشيا الحوثي. إن على الحوثي ومن يبرر له إرهابه وجرائمه العودة إلى المسألة من أولها وإلى نقطة الانقلاب على الشرعية وعلى المسارات السياسية المتفق عليها خليجياً وعربياً وعالمياً، وإلى عدم استجابة ميليشيات الحوثي لقرارات عربية وأممية غايتها المحافظة على أمن واستقرار اليمن، بعيداً عن التدخلات الخارجية وأولها التدخل الإيراني الذي كان يستهدف الخاصرة الجنوبية للمملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة، بل كان يستهدف مكة والمدينة والمقدسات. وحين تصل صواريخ الحوثي الإيرانية إلى مثل هذه الأهداف في السعودية، فإن أجراس الخطر في هذه الحالة موجهة إلى كل العالم وإلى كل الأمم والشعوب المحبة للسلام. الحوثي أداة دمار وموت، ودولنا تسعى للحياة والمحبة والاقتصاد والتنمية والثقافة والإبداع والتسامح، ومن يمارس هواية زرع الموت لا يستحق الحياة. لقد أصاب المقذوف الحوثي 26 شخصاً من المسافرين المدنيين، وهو في الحقيقة قبل المجاز أصاب بنيران حقده منظومة القيم وعوامل استقرار المنطقة والعالم، والمطلوب أن يتعامل معه ضمير العالم باعتباره مجرم حرب حقيقي وعدواً للإنسان والإنسانية. بحسب الصحيفة فإن رد القوات المشتركة للتحالف العربي سيكون رادعاً عاجلاً وآنياً، لكن ينبغي مع مواجهة الحوثي وقبلها التعامل معه قبل المجتمع الدولي، ينبغي التعامل مع رأس الأفعى إيران بما يجب بعد هذه المستجدات التي تظهر فيها إيران أكثر من أي وقت مضى على حقيقتها، حقيقة الضآلة والإجرام بدون اعتبار للقوانين الدولية والأرواح البريئة الآمنة. فلا بد من موقف دولي موحد من بؤرة الإرهاب والإثم والعدوان. مع تكاثف الجهود الدولية لدفع عملية انتقال السلطة في السودان من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، انقسم السودانيون بشأن موافقة قوى الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني. فهناك من يرى أن هذه الخطوات كانت ضرورية،
ومن يقول إن رفع العصيان والعودة للتفاوض يعد تفريطاً بدماء الشباب الذين غدروا بعملية فض الاعتصام. عثمان ميرجني يدعو في صحيفة الشرق الأوسط إلى منع انزلاق السودان إلى مرحلة من العنف والفوضى في ظل استمرار الفراغ السياسي وتعطل كثير من جوانب الحياة وتصاعد التوتر. على الرغم من الألم الطاغي على الناس بعد فض الاعتصام، فإنه كان لابد من خطوات في طريق نقل السلطة الذي لن يتم من دون ترتيبات والتفاوض ولو بشكل غير مباشر. والتحركات الدولية الراهنة تمثل فرصة تصب في صالح تحقيق المطالب التي رفعتها الثورة السودانية التي قدمت كثيراً من التضحيات والدماء. في كل الأحوال فإن القرار كان بتعليق الاعتصام وليس بوقفه نهائياً، مما يعني أن قوى الحرية والتغيير يمكنها الدعوة إليه مجدداً متى ما شعرت أن عملية نقل السلطة لا تسير كما ينبغي وأن المجلس العسكري يماطل من جديد. بكل الحسابات فإن تسلم قوى الحرية والتغيير لحكومة مدنية بصلاحيات كاملة إضافة إلى أغلبية مطلقة في المجلس التشريعي سيكون انتصاراً للثورة التي مهرت بكثير من الدماء. وإذا كان المبعوث الإثيوبي قد أكد أن الأطراف اتفقت على أنه لا تراجع عما تم التوصل إليه من قبل، فإنه أوضح أن مسألة تشكيل مجلس السيادة تبقى مفتوحة لمناقشتها في المفاوضات عندما تستأنف، علماً بأنها كانت العقدة الأصعب لأن المجلس العسكري رفض كل المقترحات متمسكاً بأنه يريد الأغلبية ورئاسة المجلس. الكاتب يرى أن قوى الحرية والتغيير يمكن أن تطالب أيضاً بأن تكون المفاوضات ما وما ستتوصل إليه من اتفاقات بضمانات إفريقية دولية، وذلك تكون قد حققت أكبر مكاسب ممكنة من التحركات الدولية الراهنة واختصرت كثيراً من المعاناة لتحقيق مطالب الثورة. فالمجلس العسكري في لحظة ضعف شديد منذ فض الاعتصام، وقوى التغيير لو وضعت الفرصة بالتعنت وعدم استثمار التحركات الدولية لخسرت جولة أخرى وأطالت المعاناة في معركة نقل السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي. أعلنت شركة أوبر أنها تعتزم بدء تقديم خدمات التاكسي الطائر الكهربائي بمدينة ميلبورن الأسترالية بدءا من عام 2023. قالت صحيفة البيان الإماراتية إن الشركة ستقوم برحلات تجريبية في المدينة العام المقبل، وستنضم ميلبورن إلى ذلك بذلك إلى مدينتي دالاس ولوس أنجلوس الأمريكيتين بتقديم تلك الخدمات. تشمل منظومة التاكسي الجوي نماذج لمركبات نقل حسب الطلب معتمدة على تقنيات التعلم الآلي مع محاكاة إدارة الملاحة الجوية عالية الكثافة على ارتفاعات منخفضة. خلال الرحلات التجريبية سينقل الركاب من أحد مراكز ويستفيلد 7 للتسوق في مدينة ميلبورن إلى مطار المدينة. من المتوقع أن تستغرق الرحلة البالغة 19 كيلومتراً من الحي التجاري بوسط المدينة إلى المطار 10 دقائق جواً مقارنة ب 25 دقيقة تستغرقها عادة بالسيارة. يمكن للعملاء طلب التاكسي الطائر الكهربائي عبر تطبيق الهواتف الذكية بنفس طريقة طلب خدمة أوبر التي تعمل براً. إلى الكاريكاتير.
أخذ ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.